أكرم حسني الضابط الذي أصبح أحد أهم نجوم الكوميديا المصرية. حاول تستفيد من خبرة العميل صفر في أصول وقواعد التأمين. في 16 أغسطس موعد جمهور الفنان أكرم حسني لمشاهدة أحدث أفلامه العميل صفر، الذي يجسد فيه دور فرد أمن يحلم بأن يصبح مثل جيمس بوند. ولعل أكثر ما كان ملفتاً هو تصدر أكرم حسني بوستر الفيلم منفرداً، على عكس أفلامه التي كانت دائماً بمشاركة أحد النجوم. نجومية أكرم حسني السينمائية كانت بدايتها من خلال فيلم كلب بلدي لأحمد فهمي، ثم التألق الكبير مع البدلة لتامر حسني، بجانب تميزه في عدة مسلسلات مثل ريح المدام عام 2017 ورجالة البيت في عام 2020. وأكيد كان النجاح الأكبر في مسلسل الوصية، أحد أنجح أعماله مع أحمد أمين عام 2018. بجانب هذه البطولات شارك في عدد كبير من الأعمال التي شارك فيها كضيف شرف، وآخرها ظهورها الخاص في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة. باختصار، نحن أمام نجم تحول لتميمة نجاح لأي عمل يظهر فيه، ونجحت شخصياتها المختلفة في نيل إعجاب الجمهور وتعلقهم بها، كما نجحت شخصيته الأبرز في مسيرته المهنية أبو حفيظة التي عرفه الناس بها وقدم بها عدد من البرامج التلفزيونية، أولها كان نشرة أخبار 25 عام 2008، حيث انتقل وقتها من عمله كضابط شرطة إلى العمل كمذيع في أحد المحطات الإذاعية عام 2004، ونجح واشتهر بشخصيته الشهيرة أبو حفيظة، ليتحول بعدها ليكون أهم نجوم السينما في مصر.